الاثنين المقبل موعد انقضاء المهلة التي حددتها الدول العربية المقاطعة لقطر من أجل الاستجابة لشروط اعتبرتها الدوحة بأنها استفزازية وتمس بسيادتها على غرار قطع التعاون الدولي وكبح جماح الجزيرة. في قطر ليست لدينا إشكالية أن يستمر الحصار 100 عام إذا كان هذه المطالبات هي تسعى إلى فرض الوصاية أو محاولة السيطرة على القرار السيادي القطري، وبالتالي الطرف الآخر يتحمل تبعات ذلك. إعادة صياغة أرضية الاتفاق بشروط عقلانية هو ما خرج به الاتفاق الأمريكي القطري والأمريكي الكويتي بعدما أكدت واشنطن الوسيط الجديد على عدم أحقية أي طرف في تحديد قوائم إرهابية غير هيئة الأمم المتحدة. وزير الخارجية الأمريكي أكد أن هذه المطالبات غير واقعية وطالب الطرف الآخر بضرورة أن تكون هذه المطالبات واقعية ويمكن تطبيقها على أرض الواقع. قطع العلاقات بين دول خليجية وقطر كقطع شرايين الوريد، فلا مستقبل ولا استقرار لأي طرف كان سواء في الخليج أو حتى العالم العربي، ليبقى الحوار والمصالحة أساسي لأي انفراج.